مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا بحضراتكم. لسه معاكم من خلال الأهلي ليلة، وهنتكلم من خلال هذا اللقاء عن الكثير من الأمور التي ترتبت على قرارات ورؤية النادي الأهلي لكرة القدم في المرحلة المقبلة، والخطابات التي تم إرسالها والمكاتبات التي تمت بين النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم طوال الفترة الماضية، وكل ما حدث من تصعيد من النادي الأهلي لقضية الأخطاء الفجة التحكيمية ومدى تأثيرها على النتائج وعلى عدالة وتكافؤ وتساوي الفرص. أسئلة كثيرة هنوجهها من خلال هذا اللقاء لضيفنا في استوديو الأهلي ليلة، الكابتن حمادة مرزوق نجم النادي الأهلي سابقا. مساء الخير يا كابتن حمادة. مساء الخير. وأهلا بحضرتك. أهلا بيك. بداية، شايف إزاي مباراة الأهلي وبيراميدز فنيا، تقييمك لأداء الأهلي في هذا اللقاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو تقييم المستوى النادي الأهلي هو نفس التقييم اللي هو كان حاصل الفترة اللي فاتت كلها، مستوى غير ثابت، مستوى ما بيرضيش الناس، ما بيرضيش المسؤولين عن الكرة في النادي الأهلي رغم النتائج اللي كانت بتتحقق، لكن خلال النتائج برضو اللي كانت بتتحقق كانت فيها بيتخللها نتائج يعني هي تعتبر مخزية بالنسبة للنادي الأهلي، وكانت صدمة برضو لجمهور النادي الأهلي وللمسؤولين في النادي الأهلي. ومع ذلك برضو النادي الأهلي كان مستمر في الدعم للجهاز الفني، ودي سياسة عامة موجودة في داخل النادي الأهلي على مدار سنين طويلة جدا، لكن كان في وقت معين كان لازم يبقى فيه موقف ولازم يبقى فيه وقفة علشان ما تستمرش الشكل اللي احنا كنا شايفينه واللي ما كانش أراضي حد أبدا. طيب حضرتك شايف ايه في كل ما اثير من جماهير النادي الاهلي بعد المباراه دي؟ الجماهير اللي بنلتقي بيها سواء من اعضاء الجمعيه العموميه، من جماهير النادي الاهلي حتى من خارج حدود النادي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، انقسمت الاراء. ناس كانت بتحمل كل المسؤوليه للجهاز الفني وتحديدا للمدير الفني لاسارتي، ناس شافت ان الفريق واللاعبين لم يؤدوا يعني كما ينبغي او على قدر امكاناتهم وقيمه اللاعبين الموجودين وحجم الصفقات اللي دعم بها النادي الفريق في الفتره اللي فاتت. ناس ثانيه شافت انه قضيه التحكيم فعلا مشكله وان في اخطاء بتؤثر على عداله وتساوي وتكافؤ الفرص، وناس ثانيه شافوا الموضوع مش في التحكيم، لا ده الموضوع عند الجهاز الفني وعند المدير الفني لاسارتي انه مش قادر يستفيد بالمجموعه الكبيره من النجوم الموجوده معاه. حضرتك شايف ازاي كل الامور دي؟ انا شايف كل الامور متجهه للاسباب دي واقلها التحكيم، عشان مش النادي الاهلي اللي دايما بيعلق اي نتائج غير ايجابيه على التحكيم. احنا دايما بنعاني من التحكيم على مدار سنين طويله، ومع ذلك البطولات بيحصدها النادي الاهلي دايما، فمش هو ده الحاجه الاساسيه اللي ممكن نعلق عليها شماعه فشل او شماعه هزيمه ابدا عمر النادي. يعني حضرتك هل بتشوف ان النادي الاهلي يقدر لو كان في احسن حالاته فنيا في الملعب مع مدير فني قادر على اداره اللاعبين وان هو يقدموا يوصل بيهم انهم يقدموا افضل مستوى فني متناسب مع امكاناتهم ان احنا نتفوق على اي منافس حتى لو وجدت اخطاء تحكيميه؟ بالظبط كده. حضرتك مع الراي ده؟ هو ده اللي انا طبعا اللي اقصده، وانا مع الراي ده. ويمكن اول ما جه مستر لاسارتي انا يعني يمكن كان تقريبا لقاء مع حضرتك، وكانت في بعض النتائج في الماتشات الاولانيه، فانا دايما حتى يعني الناس كانت بتسال على المستوى ايه والناس كانت مبسوطه، لكن انا كنت متحفظ جدا لان برضو ما بنقدرش نحكم على اي مدير فني وخصوصا لما يبقى اجنبي غير بعد فتره معينه، يعني فتره معينه ما بتقلش عن مده كافيه بحيث ان احنا نديله حقه في كل شيء. فطبعا يعني ما كانش فيه رضا حتى من البدايات، مش ما فيش رضا عن المستوى. انت معاك مجموعه من اللعيبه، ولو احنا نفتكر ان جت مجموعه كبيره جدا في وجود في بدايه وجوده، كانت في لعيبه مصابه كتير جدا دخلت مع الفرقه، كان في لعيبه قدرنا نتعاقد معاها او قدرت اداره النادي الاهلي تتعاقد معاها نجوم كبار جدا المفروض يرجحوا الكفه. بقت امكانيات الفريق اكتر بكتير على مستوى اللاعبين الموجودين دلوقتي. بالظبط كده، امكانيات غير عاديه. مفترض ان الامكانيات اللي موجوده دي بتاعه اللعيبه مفترض انها تستغل احسن استغلال. انا شايف وناس كتير جدا خالص ما كانش حاصل، فدي كانت مشكله كبيره إيه جدا. ايه كانت مشكلته الفنيه الرئيسيه من وجهه نظرك يا كابتن حمد؟ انا من وجهه نظري ان دايما مدير فني امكانيات، هي عنده امكانياته ايه. احنا شفنا على مدار سنين طويله جدا وشفنا مدارس كتيره جدا مدربين عندهم شخصيه، مدربين عندهم فكر، لكن انا كنت شايف ان مفيش فكر معين بيبقى موجود. يعني في جال النادي الاهلي على مدار السنين الطويله ديت بعض المدربين اللي سابوا بصمه كبيره جدا وسابوا نتائج ايجابيه كبيره جدا، وسابوا النادي الاهلي بيقدم كوره زي ما الجمهور متعود عليها، لكن خلال الفتره الاخيره لا، احنا ما كناش شايفين اي بصمه واضحه لفريق مستقر
فنيا بشكل كبير جدا، مفترض ان انا عندي امكانيات حتى واصل لتشكيل مثالي ثابت بنسبه كبيره، يعني ده حتى ما كانش حاصل معاه. لا ما كانش حاصل، وده برضو من القضايا اللي المفروض ان اي مدير فني بيحط ايده على بعض اللعيبه او مجموعه من اللعيبه بيبقى فيه ثبات في التشكيل. تغيير في التشكيل بيبقى في حدود معينه، اصابات ممكن، حاجات معينه، لكن لازم يبقى فيه ثبات. ما كناش شايفين الثبات ده، كنا شايفين اخطاء على مدار الفتره اللي فاتت، كنا شايفين اخطاء كبيره جدا في بدايه المباراه، البدايه ان انا المفروض ابدا بحد معين، لا بنفاجئ ان حد تاني موجود غير المجموعه اللي كانت بتلعب في الماتش اللي قبليه. برضه في مشكله في التغيير، التوقيت بتاع التغيير. يعني في جماهير متخوفه يا كابتن حماده طول الفتره اللي فاتت خلال تولي لاسارتي المهمه، عندهم تخوف من معدلات الاداء وشكل اداء الفريق والمستوى اللي وصلنا له، وان احنا مش في التوب فورم الفني الموازي او اللي يعادل قيمه وحجم وامكانيات اللاعبين. فكانوا بيقولوا احنا خايفين جدا من مشوار الاهلي في بطوله افريقيا طالما استمر لاسارتي، لان من وجهه نظرهم بيقولوا لاسارتي ليس المدير الفني من وجهه نظرنا القادر على الفوز بدوري الابطال الافريقي. هل كانت النقطه دي في حساباتك يا كابتن حماده؟ هي انا شايف، انا مع وجهه النظر دي، لان انت داخل على يعني على بطوله افريقيا، بطوله افريقيا دايما داخله دلوقتي في مستويات اعلى، وتفاجئ بانديه عندها امكانيات عاليه، فبالتالي وفي بعض الانديه في بعض البلاد بدات ترجع تاني بالاساميها ومستواها، فبالتالي هتلاقي صعوبه كبيره جدا في الادوار اللي بعد التمهيديه، في لازم تبقى فرقتك مستقره فنيا بشكل كبير جدا عشان تقدر تفكر ان انت تحصل على البطوله ديت. احنا شايفين ان المستوى اللي كان موجود في الفتره اللي فاتت ما يؤهلش ان احنا نطمع ويبقى عندنا طموح الحصول على بطوله افريقيا، وخصوصا ان احنا عندنا برضو، وانا مصمم على دي، عندنا امكانيات غير عاديه في اللعيبه، يعني عندنا مجموعه من اللعيبه مع الاضافات اللي حصلت خلال الفتره الاخيره، لا احنا فرقه تقيله جدا جدا يعني، وافترض ان المفترض ان يبقى شكل ادائنا احسن من كده، شكل ادائنا يعني غير كده خالص. مفترض ان دايما المدير الفني بيدي انطباع للعيبه. احنا شايفين برضو خلال الفتره وخصوصا الماتش الاخير مش شايفين روح النادي الاهلي موجوده. احنا كنا بنشوف مدربين اجانب بيبقوا موجودين بيطلعوا روح اللعيبه بشكل كبير جدا، بنشوف روح عاليه جدا للعيبه، بيادوا بشكل كبير جدا، في منافسه شديده جدا، انما في بعض اللعيبه ممكن تبقى متواجده بتادي بشكل، حتى في الفتنس، في الروح القتاليه، في السرعات، في الكرات المشتركه كلها، وفي الالتحامات، يعني ده بيبان مع مدير فني بيبقى ناقل الروح دي للفريق ومخلي الفريق في اعلى معدلات ادائه طول الماتش. بالظبط، انت عندك الفنيات العاليه جدا، الناحيه القتاليه بتكمل نقطه مهمه جدا للعيب المهاري واللعيب اللي عنده امكانيات عاليه، فبالتالي حته الروح والقتال في الملعب والاخلاص والاجتهاد، كل الكلام ده بيزيد من قيمه اللعيب نفسه، بيزيد من ادائه بشكل كبير جدا. طيب انا هنتقل شويه مع حضرتك لنقطه التحكيم، لانه النادي الاهلي على المستوى الرسمي بعد الاجتماعات اللي تمت خلال الساعات الماضيه والايام القليله الماضيه كان في راي وفي مزيد من التركيز على قضيه اننا نستخدم التقنيات الحديثه وتقنيه الفار او حكم الفيديو المساعد علشان الفرص اللي بتضيع دي، ناس بتشوف انها النص فرصه دي بتتحول لهدف، ضربه الجزاء الصحيحه التي لا تحتسب ممكن تبقى هدف، ممكن تعمل حاله تعادل او فوز لفريق فبيظلم وما بيحصلش على حقه، سواء بنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز او اي مباراه ثانيه للاهلي او لغيره من الانديه، ان النادي الاهلي طالب تطبيق التقنيات دي طالما احنا عايزين نطور مسابقتنا. حضرتك رايك ايه في الكلام؟ بص انا مش معنى بقول ان احنا ما بنبصش لنقطه التحكيم ده معنى كده ان التحكيم مثالي، بالعكس احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التحكيم وكل مدى وتزيد، عندنا مشكله كبيره جدا فلازم تتحل. تتحل بقى بان احنا مستوى التحكيم لازم يرتفع، لجنة الحكام بيبقى فيها شكل تاني خالص، نستعين بالحكام الأجانب، التقنيات العالية، كل الكلام ده لازم يمارس خلال الفترة اللي جاية. يعني مش معنى ان احنا بنقول ومنحملش الأخطاء أو النتائج السلبية على الحكام معنى كده ان الحكام بيقدم، لا بالعكس، احنا دايما بنقلل من قيمة التحكيم السيء بالنسبة للنادي الأهلي، لأن النادي الأهلي ما بيعتمدش على الحتة ديت خالص، فبالتالي لازم يعني النادي الاهلي طول عمره بيسعى لحسم الامور في الملعب حتى مع وجود اخطاء تحكيميه. بالظبط كده، وده اللي كان بيحصل. لكن لما بتتكرر النادي بيشوف انها كده في حالات وسيناريوهات معينه بتصبح مؤثره،
على حقوق الفريق او فرصه بالظبط، لان كمان التحكيم خلال السنين الاخيره بيتحكم في بعض الضغوط. يعني مثلا بيتعرض الحكم بيتعرض لضغط معين فبيبتدي يعني بيتاثر بالضغط ده، يبقى مؤثر على ادائه ويهز من ادائه ويبتدي يفكر فيه بشكل كبير جدا. في نقطه كمان عايز اخد رايك فيها، امبارح كان بيتكلم معانا على الهاتف الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت، قال يا جماعه ده مش بس ظلم لبعض الفرق او بعض الانديه، ده ظلم للحكم نفسه، لانه في العالم كله أصبح الحكم بيعتمد على التقنية دي وأصبحت بتحسم بطولات دولية وبطولات أوروبية كبيرة، فلماذا لا نعتمد تطبيق الفار أو التقنية دي عندنا في ملاعبنا؟ وده جزء من مساعدة الحكم على أنه يؤدي مبارياته بكفاءة. بالضبط، وأنا شايف كمان عندنا إمكانيات عالية جدا مادية أن احنا نستعين بالتقنيات الحديثة دي اللي خلاص غزت العالم، مش مفروض أن احنا نبعد عن الحتة دي بشكل، وخصوصا أن احنا زي ما بقول عندنا امكانيات عاليه جدا، امكانيات ماديه عاليه وهتساعد في نجاح بطوله، والبطوله دي بتجيب لك فلوس كتير جدا. فبالتالي انا بتكلم على المسؤولين في الكره، على الكره في مصر، لازم الاهتمام بالحته دي. يعني حضرتك بتطالب او مع الاصوات المطالبه بتطبيق تقنيه الفار؟ طبعا طبعا، هتساعد بشكل كبير جدا على حته العدل وعدم ظلم الفرق، مش فرقه النادي الاهلي بس، اغلب الفرق بشكل عام، كل الفرق بشكل عام. طيب، قرارات النادي الأهلي، توجيه الشكر للاسارتي وتكليف الكابتن يوسف بتولي المهمة كمدير فني خلال الفترة القادمة، ولو يعني كمرحلة انتقالية أو بشكل مؤقت لحين تولي مدير فني آخر مهمة إدارة الفريق. شايف إزاي القرارات دي؟ وشايف إزاي مهمة الكابتن محمد يوسف في الأيام اللي جاية؟ والله بص يا أستاذ محمد، أنا كنت شايف إن الموضوع ده يبقى بدري سنة صغيرة، هو طبعا ده معاده وده وقته. كنت تتمنى ده يبقى قبل مباراة الكاس أو قبل انطلاق الموسم؟ بالظبط كده، حتى لو احنا كنا هنقابل بطولة في الماتش البيراميدز بجهاز مؤقت زي ما كده، كان ممكن مقدور عليها، لأن كان يبقى فيه فرصة كويسة إن احنا ممكن في اختيارات بالنسبة للمدربين. لكن هو التوقيت ده مش سيء، بدري برضو، عندنا الفترة اللي جاية دي الماتش اللي هو اخرج بره، اطلع بره هو ده الماتش، وماتش طبعا يعتبر سهل، ففي فتره معينه ممكن مجلس الاداره يتعاقد مع مستوى عالي جدا من المديرين الفنيين موجودين على الساحه. اتمنى يعني مؤشر او انذار ان في مشكله فنيه اللي ظهر في مباراه الكاس امام بيراميدز، توقيته من وجهه نظرك كابتن حماد افضل ما كنا نكمل، والمؤشر ده يبان خلال مشوارنا في بطوله افريقيا؟ يمكن كانت في ناس زعلانه قوي لما بيحصل في مناقشات وبنتكلم معاهم، انا يعني قلت كلمه ممكن تبقى صعبه عليا، انا قلت ان ممكن يكون الماتش ده يعني انا سعيد شويه او مش حزين، يعني رب ضرت النفع، مش حزين ان احنا خسرنا، لانها اظهرت حاجات كتيره جدا، وكان ممكن نستمر في الحته دي، وكان يبقى التوقيت يبقى النتائج صعب جدا، ما ناخدش بالنا من الاخطاء بالظبط كده. فيمكن ماتش بيراميدز ده النتيجه السلبيه بتاعته ليها دور كبير جدا في ان احنا يبقى نتدارك الموقف بدري، ويبقى في فتره معينه بحيث ان يجي المدير الفني يبقى في عنده قدامه وقت كويس يقدر يعمل حاجه ويبدا من بدري. الكابتن محمد يوسف اعتقد ان في اجماع في الاراء الاهلاويه على انه من اصحاب الخبرات، وعنده سي في جيد جدا، وعنده نتائج ايجابيه محليا ودوليا مع نادي الاهلي سابقا، فالناس عندها حاله من الاطمئنان بدرجه كبيره انه قادر ان شاء الله على اداره المهمه بشكل كويس في الفتره دي. هو انا شايف الامر مش صعب قوي، ليه؟ لان هو زي ما قلت لحضرتك ان هو الماتش اللي جاي بس ماتش سهل، مش هيستمر. انا شايف ان برضو في ناس بتجري علشان تجيب مدير فني بدري، التعاقد يتم بسرعه، التعاقد يتم بالظبط كده. فمهمته يعني هي فتره مؤقته، يعني مش هتستمر للصوره او للدرجه اللي ممكن يقابل او يبتدي الدوري بيه، لا. انا شايف الامر هيبقى صعب جدا، وزي ما قلت حضرتك ان برضو الكابتن محمد يوسف من الناس اللي عندها خبرات كبيره جدا، وكان ده لازم يحصل، لان المفترض ان هو عارف كل حاجه عن الفريق، اللعيبه وامكانياتها وكل شيء، والاخر وقت هو موجود في لا وحقق بطولات في فتره سابقه مع النادي الاهلي بالظبط، هو شغال مدير فني في الجهاز ومدير فني، لكن طبعا عنده من الخبرات يعني. طبعا اللي يخليه قادر على التعامل حتى لو امتدت الفتره، حتى لو قصرت او طالت الفتره الخاصه بالتعاقد مع مدير فني، وان كانت التاكيدات من النادي زي ما حضرتك قلت انه في اتجاه سريع جدا لحسم الامور الخاصه بالتعاقد جدا. واحنا برضو بفضل ان الكابتن محمد يوسف ما يخشش في الحته دي، يعني خلاص، يعني كل الناس بتفكر في مدير فني اجنبي، وخصوصا ان الكابتن محمد يوسف برضو عاش الفتره اللي فاتت ديت، وكان مع المدرب مستر لاسارتي خلال الفترة الأخيرة، فبالتالي لازم يبقى فيه تجديد. يعني ممكن الكابتن محمد يوسف هيبقى في فترة معينة ويكمل بقى إن شاء الله حسب رؤية المجلس. إيه السمات الفنية اللي بتتمنى تبقى موجودة في المدير الفني الجديد اللي هيتولى المهمة في نادي الأهلي؟ أولا يبقى ليه شخصية قوية، يعني أحس إن
في مدير فني موجود، اللعيبه عامله حسابه قوي، بيأدي بفنيات عاليه، يسيب بصمه للفرقه. هل دايما لازم المدير الفني اقوى شخصيه في الجهاز الفني كله؟ مفترض، مفترض يعني اهم حاجه في السمات الشخصيه او في المزايا للمدير الفني ان شخصيته قويه. نجاح مستر جوزيه ما كانش فنيا بس، كان صاحب شخصيه. وفي حاجه هنا مهمه جدا لازم الناس كلها تعرفها، ان الشخصيه القويه مش ان هو دايما بيشخط وان هو دايما ممكن يقول الفاظ وكلام ويكشر، ابدا. الشخصيه القويه دي من مواهب او بتبقى حاجه رباني للمدير الفني القائد. دايما القاده بيبقى فيهم سمات معينه من الاساس بتاعها، حته الشخصيه القويه، وتلاقيه الناس بيبقى او اللعيبه او المجموعه اللي موجوده عامله له حساب وليه هيبه عندهم، بصرف النظر عن ممكن يعني يبقى مؤدب جدا محترم جدا لكن صاحب شخصيه، حتى لو مش شخصيه عصبيه او انفعالاته قليله، بس هو فرض سيطرته الفنيه وادائه وشخصيته على الفريق. بالظبط كده. ودي سبب من اسباب نجاح مدربين على مدار سنين طويله في النادي الاهلي او منتخب مصر. يقال انها كل ما كان في تخمه من النجوم زي ما هو الحال دايما في النادي الاهلي، او عدد كبير من اللاعبين كلهم على مستوى واحد وكلهم في منافسه بينهم، كلهم عايزين يشاركوا، واللي مش بيبدا المباريات بشكل اساسي بيقول انا ليه مش ببدا ونفسي ابقى في التشكيل الاساسي او ابتدي في ال11، بيقولوا ان ده سبب اكبر يخلي دايما الانديه اللي من النوع ده زي النادي الاهلي محتاجه مدير فني شخصيته قويه. بالظبط، انا مع النظريه ديت بشكل كبير جدا، لان النجوم دي وبرضه هكرر اقول كان في مجموعه من النجوم في 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 السنين اللي فاتت في الجيل ابو تريكه وبركات، المجموعه دي كانت مجموعه لعيبه جامدين جدا، وكان في حوالي 17، الناس كانت بتقول الاهلي عنده فرقتين في الوقت ده، بالظبط 17 18 لعيب تقال جدا. مين اللي يقدر يتحكم في الحته دي، ومين يقدر يقعد، ومين يقدر يلعب، ومين يقدر يقنع اللعيب اللي بره موجود ومبسوط ولما بينزل بيعمل طفره؟ نفس الكلام الله يرحمه الكابتن جوهري، كان نفس المدرسه. ففي مدارس معينه قليله دلوقتي اللي موجود منها قليل، لكن هو المفروض تبقى مهم جدا، من اهم المزايا او من اهم الحاجات اللي انا بدور على المدير فني قوي لازم شخصيته. بعد كده الفنيات بتيجي، يعني مفترض ان هو بيبقى جاي جهاز متكامل، بيبدا الفنيات يبدا يحطها كويس. وده طالما مدير فني عنده شخصيه بيبقى عنده رؤيه، بيبقى عنده ناحيه فنيه عاليه، فبيفرض كل الكلام ده على اللعيب، بالتالي اللعيب بيأدي بشكل بفكر المدير الفني اللي موجود معاه. فاحنا نتمنى ان شاء الله باذن الله يكون حظنا ان يجي مدير فني صاحب شخصيه وصاحب رؤيه فنيه. ايه المشكلات الفنيه اللي لسه شايفها في اداء الفريق واللي محتاجين انها تتغير بسرعه ان شاء الله، بدءا من الفتره دي مع الكابتن محمد يوسف ومع رسميا تولي المدير الفني الجديد بعد التعاقد معاه والاعلان عن اسمه قريبا ان شاء الله، المهمه علشان نبقى قادرين اكتر على المنافسه على لقب بطوله افريقيا وما يتكررش السيناريو اللي حصل في الفتره اللي فاتت؟ اولا هو بشكل عام مش ده النادي الاهلي اللي عنده الروح القتاليه العاليه جدا اللي احنا في فترات معينه كنا بنكسب في اخر ثانيه بالقتال وبالروح العاليه جدا وبالفنيات، ما كانتش موجوده خلال الفتره الاخيره دي. ده بشكل عام. بشكل خاص في بعض اللعيبه المستوى بتاعها لا يؤهلها انها تبقى موجوده بشكل اساسي في الفريق، ويمكن كل الناس بتفهم في الكوره، يعني اغلب الناس. مهم قوي، يعني ده سؤال بقى مباشر، هل حضرتك تقصد انه من وجهه نظرك لسه لم يصل الاهلي في الفتره اللي فاتت انه يصل لافضل تشكيل في المجموعه اللي موجوده يبدا بيه المباريات؟ انا شايف كده، انا شايف كده، لان زي ما قلت لحضرتك برضه في البدايه تثبيت التشكيل ليه عامل كبير جدا في نجاح وتحقيق نتائج ايجابيه لاي فريق، وخصوصا لما يبقى فريق زي النادي الاهلي مليان نجوم. الحاجة التانية اللي هي مكملة، إن دايما المجموعة اللي موجودة، ودي نقطة برضو اتكلمنا وسط الكلام، إن إزاي يبقى في حد موجود بره وبينزل يغير لك نتيجة ويغير لك شكل. مفيش دلوقتي حد بيعمل كده. حط لنا تشكيل يا كابتن حمادي، يعني هو اقترح تشكيل، لو بتحط تشكيل، لو بتقترح تتناقش مع المدير الفني للأهلي وبيقول لك إيه رأيك في المجموعة الكبيرة من النجوم الموجودة، عايزك تضع ال11 من وجهة نظرك الأفضل إنهم يبدأوا أي مباراة صعبة سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا؟ فأولا هو الخلل دايما موجود من القلب، يعني عشان برضو نكون في الصورة، فلازم يبقى في نظرة متغيرة على حتة القلب، قلب الدفاع. يعني أنا شايف إن رامي ربيع
طول ما بيلعب في الماتشات هو يعني رقم واحد بصراحه، مفيش خلاف عليه بصراحه، لا خلاف عليه. وقت ما بيبقى سليم وجاهز بدنيا وطبيا في اجماع في الاراء على قدراته الفنيه. بالظبط. انا ليا رؤيه بقى ان ممكن محمود متولي يعني هيبقى اضافه قويه جدا، ومعاه ممكن الثاني اللي بعديه ممكن ياسر ابراهيم. انا شايف ان 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 دول ممكن يبقى في اثنين منهم هم بيبقوا موجودين ومتواجدين على طول، عشان حتى يبقى في تفاهم، لان الحته دي عامله لنا مشكله كبيره جدا. برضه شايف ان يعني يمكن الباكين ما فيهمش مشكله، يمكن المشكله الاساسيه ان محمد هاني ما كانش بيبدا بشاسي ومستمر. يعني انا شايف ان محمد بيشارك على فترات بعيده او قليله كمان، ودي نقطه غير سليمه. ليه؟ لان لا، انا شايف ان محمد هاني وناس كتيره جدا شايفين ان عنده امكانيات عاليه جدا، ان هو احسن ظهير ايمن موجود على المستوى، فبالتالي لازم نديله سنه صغير عنده فكر عالي. يعني مع الاسمين اللي اتكلمت عنهم في مركز المساك من الثلاث اسماء اللي طرحتها انها الافضل من وجهه نظرك كابتن حماده، تقترح محمد هاني في كباك رايت ومعلول باك لا لا مشكله في معلول. بقى في نقطه مهمه جدا برضو، واكيد يعني في مديرين فنيين مستواهم عالي جدا في الفنيات، مفترض ان بيحصل ان علي معلول هو يمكن ورقه رابحه جدا في الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي، وانا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، ان بيحصل خلل. هو بيعمل لنا ثغره كبيره جدا، وبيعمل بيفرق كتير جدا مع الفريق لما بيهاجم في دور الهجوم، الدور الدفاعي هنا مستحيل ان هو يقدم دور دفاعي على نفس مستوى الدور الهجومي بتاعه، لانه بيهاجم طول الوقت. بالظبط كده، وهو ورقه رابحه جدا، وبالتالي محتاجين التغطيه تتم ازاي. بالظبط كده، مفترض ان احنا عندنا اتنين موجودين ديفندرات يقفلوا الحته دي بشكل كويس، لان هو دايما مستمر طالع على طول، طالع بيعمل جبهه شديده جدا، ودايما هو اللي بيعمل الاهداف وبيجيب الاهداف وكل حاجه. مفترض ان الناحيه الدفاعيه برضو المركز ده محير، الهاف ديفندر عندنا اصحاب خبرات كبيره جدا، عندنا جيل جديد من الشباب، صفقات جديده، مين اللي بتتمنى تشوفهم او شايف ان مؤشرات ادائهم الفني تقول ان هم اللي يبداوا المباريات؟ والله هو عمرو السوليه انا لغايه دلوقتي شايف ان هو برضو مستواه يعني شبه ثابت، وهو يعني وبيأدي كمان مهام هجوميه كويسه جدا كده. مع دور لازم يبقى في واحد بقى بيأدي دور مين دفاعي. مين عمرو السوليه؟ ممكن حمدي فتحي، بس هو يعني يمكن ناقص خبرات شويه، بس هو كان بدا يثبت اقدامه مع الفريق فعلا. بالزبط. بدا يشارك الفتره اللي فاتت، لكن هي برضه تغييرات، وبيحصل تغييرات، وكانت تغييرات انا كنا يعني كنت شايف ان في اخطاء في التغييرات، يعني بيحصل خلل في الفرقه. يعني زي محمد هاني، حمدي فتحي نفس الراي بالنسبه لك، بالظبط كده، لازم يبدا يشارك بمساحات كبيره في الفتره الجايه، بالظبط كده، يثبت شويه في يثبت وخصوصا برضه ان احنا عندنا باكين بيروحوا بشكل كبير جدا، بيأدوا الناحيه الهجوميه ومؤثرين جدا في الناحيه الهجوميه. ويمكن انت تلاحظ ان الخلل دايما او الاهداف اللي بتيجي في النادي الاهلي في حته القلب اللي هي ما بين الباك شمال والمساك، فدي ثغره موجوده على طول، فمفترض انها بتتكرر منها الاهداف بتتكرر. في مرمى الاهلي انا موجود كمدير فني لازم اشوف الاخطاء دي ازاي، في خلل خلاص، في دي حاجه واضحه انها محتاجه علاج، واضحه والناس كلها شايفه، الناس كلها شايفه. هل مستر لاسارتي مش شايف حاجه زي كده؟ دي نقطه مهمه جدا برضو، حته التثبيت. هنوصل بقى للاعبي الوسط المهاجم، وهي اكبر اعتقد مشكله، ميزه وعيب في نفس الوقت، او سلاح ذو حدين، لانه اكبر عدد من اللاعبين في مركز في خط من الخطوط هو لاعبي الوسط المهاجم. مجموعه كبيره جدا من النجوم، اللاعبين اصحاب المهارات الخاصه، الدريبلرز الموهوبين، اللعيبه الحريفه. قبل ما نتكلم عن راس الحربة، مين لو بتبدا مباراه صعبه، مباراه مع منافس قوي جدا محلي او دولي، مين الثلاثه اللي تحت راسك؟ برضه بالاخطاء اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت، انا شايف ان صالح جمعه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر في المكان ده، مفترض ان انا بديله بشكل كبير جدا، واستغنيت عن باهر علشان وجود صالح ناصر ماهر أصلاً. ناصر ماهر علشان وجود صالح جمعه. المفروض صالح جمعه في احسن، يعني هو احسن لعيب موجود في الحته دي، في الوسط، في وسط المنطقه دي، تحت راس الحرب، اللي هو صانع العاب، وفي لاعب في اليمين ولاعب في الشمال. بالظبط كده. انا شايف برضو من الاخطاء اللي كانت بتحصل ان صالح جمعه ما بيستمرش في الدفع بيه. يعني مفترض ان اي لعيب كوره لما بيتكرر بيلعب ماتشات كتير خلاص خطورته بينسجم. ده تالت اسم بتقول انه بتتمنى انه يشارك بشكل مستمر بصفه اساسيه بعد محمد هاني وحمدي فتحي. بالظبط كده. لازم يبدا ويتثبت في المكان ده. انا كنت بشوف ان في بيبدا بوليد وليد سليمان في المكان ده. وليد سليمان
انا برضو بتكلم فنيات، ممكن يكون في ناس بتختلف معايا، لكن حسب رؤيتي انا وليد سليمان بتاع اطراف، يعني بيشتغل دايما على الاطراف. ازاي انا العب وليد سليمان تحت راس الحربه؟ وليد سليمان طول الفتره اللي فاتت اللي تالق فيها تالق غير عادي السنتين اللي فاتوا، وبدات المطالبات بقوه انه يرجع لمنتخب مصر الاول، وقد حدث في البطوله الاخيره. بيتكلم في انه مهاجم وينج يمين بالظبط كده، بيلعب عكس بيخش على جوه الملعب، لكن حته ان هو تحت راس الحربه انه يشتغل بلاي ميكر، بلاي ميكر المكان ده مش افضل مكان لوليد، كان دايما اللي بيتعلق فيه اكثر في اليمين بالظبط كده. فبالتالي صالح جمعه سن صغير، لعيب موهوب ويمين عنده مهارات، عنده يعني مين على اليمين ومين في الشمال. يعني انا شايف برضو رمضان صبحي يعني مفترض ان هو من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، لكن انا مش شايف ان هو بيأدي وبيعمل الإضافة القوية اللي تليق بإمكانيات اللي موجودة عنده. شايف إن رمضان صبحي عنده أفضل من كده، يقدر يقدم كمان أفضل من كتير كده. جدا أنا يعني من اللعيبة اللي حزين عليه. ما هو ده ليه؟ هل أنا أحمل اللاعب المسؤولية دي ولا حملها للمدير الفني؟ ما هو ده من المشكلات اللي كانت والانتقادات اللي كانت موجهة لصارتي يا كابتن حمادة، إنه في لاعبين متفق على إن عندهم إمكانيات عالية جدا وموهوبين جدا، وهم مش واصل بيهم للتوب فور أو لأفضل أداء. ده هل ده شغل اللاعب نفسه ولا شغل المدير الفني؟ ما انكرش ان اللاعب برضه مشارك في حاجه زي كده. احنا عمرنا ما شفنا النادي الاهلي بيلعب بفرديات بس. الفرديات بتستخدم في اوقات معينه، لكن الاداء الجماعي هو السمه الاساسيه للتيم النادي الاهلي التقيل اللي موجود دلوقتي. مفترض ان احنا ما كناش شايفين كده. فيبتدي رمضان صبحي بيشتغل شغل فردي مش موجود، مش تيم النادي الاهلي اللي يتلعب فيه بحاجه زي كده. فانا شايف ان المسؤوليه الكبيره على المدير الفني، لانه لازم ازاي اوظف امكانيات اللاعب لصالح طريقه الاداء اللي تفيد الفريق، الاداء الجماعي الفريق. لكن رمضان صبحي وهنا يعني تحت راس الحربه صالح جمعه، في اليمين عندنا بقى حسين الشحات، عندنا احمد الشيخ، عندنا وليد سليمان. المركز ده خلافي جدا او عليه جدل كبير قوي بين جماهير النادي الاهلي. برضه نفس الكلام اللي انا بقوله على رمضان صبحي، انا شايف ان حسين الشحات برضه يعني مفترض ان هو احسن من كده، مفترض ان عنده امكانيات عاليه يعمل طفره ويعمل اضافه قويه جدا. عندنا جناحين تقال جدا، مفترض ان هم يعملوا فرق كبير قوي في الملعب، الفارق الكبير قوي لصالح فرقتهم. انا مش شايف ان الاثنين دول، خصوصا ان مكان اللاعب اللي هيلعب في اليمين على يمين البلاي ميكر او على يمين صالح جمعه في الحاله دي، الناس بتتكلم ان احنا نادي عندنا ثلاث سوبر ستارز في المكان ده بالزبط. امكانياتهم كده وليد بالزبط. سليمان واحمد الشيخ وحسين الشحات، يعني ما حدش فيهم ممكن الناس تفضله عن الثاني. امكانياتهم الكل بيقول انها عاليه جدا عاليه جدا. برضو شايف ان الحاجه بقى الاضافه اللي بعد كده، مفترض ان احنا في مجموعه من اللعيبه موجوده، في لعيبه دايما بتنزل او موجوده بره ما بتعملش الاضافه اللي انا قلت عليها. يعني اجايه انا شايف ان هو مستواه بعيد جدا عن بدايته مع النادي الاهلي، من علامات الاستفهام في الفتره، علامه استفهام كبيره جدا. بس اجايه كان متالق في السنين اللي فاتت كبلاي ميكر، كهداف، كراس حربه صريح، كلاعب وسط مهاجم في اي مركز بنحتاجه فيه في الملعب. الناس شايفه ان مستواه المتراجع ده مسؤوليه الجهاز الفني ده، وانا شايف برضو كمان المدير الفني تحديدا، برضو اللعيب الاجنبي او اللعيب المحترف اللي موجود من بره افريقي، مفروض ان هو يحافظ على مستواه. طول ما مستواه قليل لازم افكر ان انا ابعده على طول واستفاد باسم تاني بلعيب اعلى امكانيات. كل الكلام ده لازم موجود، انما انا موجود. وبعدين هو النجاحات بتاعته حصلت في البدايه. ايه افضل مكان لاجاي؟ هل اجاي يبقى بيتبادل الادوار في المنطقه دي كصانع العاب مع صالح جمعه؟ هل المكان ده افضل؟ لا طبعا، لا انا شايف اجاي هو برضه على الخط، يعني هو من ناحيه الشمال حتى، يعني هو التالق بتاعه حصل من الحته دي اللي هي ناحيه الشمال، هي مكان رمضان صبحي بتاعت رمضان صبحي، نفس الجبهه. هو التالق بتاعه كان بيخش على جوه وكان بيبتدي يتحرك في الحاجات دي كلها من المكان ده، انما هو ما بيعملش الاضافه خالص، سواء بيبتدي ماتشات او بيستعين بيه المدير الفني، ودي برضه مسؤوليه المدير الفني. ازاي لعيب مستواه بعيد كده وبتدخله برضه؟ كمان المكان اللي عندنا فيه اثنين من اللاعبين المميزين جدا جدا. كنت بتكلم عن ان انا هستعين في بدايه المباراه او هبدا برمضان صبحي او اجاييه، او ان انا هيتبادلوا الادوار في المباراه، برضه لاعبين امكاناتهم عاليه جدا. كل ده بيخلي الناس زعلانه اكتر لما بتشوف اداء مش مقنع في اي مباراه. بالظبط كده، انا مع الحته دي، ان انا عندي امكانيات عاليه جدا ومش شايف الامكانيات دي. فين بقى في النهايه الشكل في الملعب؟ فين؟ مش 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 موجود. يعني شايف برضه ان ناحيه اليمين اللي هو الجناح اللي هو مكان حسين الشحات، شايف ان دايما اللعيب الاشول في المكان ده بيفرق كتير جدا في مع النادي الاهلي. يعني شايف ان كان وليد سليمان الاول تألق زي ما حضرتك قلت، نفسه ويدخل الملعب ويلعب برجله الشمال، بس دي نفس طريقه احمد الشيخ كمان. فانا شايف ان احمد الشيخ ممكن خلال الفتره اللي جايه ممكن ياخد
ممكن ياخد يعني ان ما كانش حد جه اضافه قويه، لكن انا شايف المكان ده مفترض ان هو بيبقى فيه لعيب اشول في المكان ده عشان حته تصويب. يعني احنا حتى ما شفناش خلال الفتره الاخيره ديت في النادي الاهلي ما بنشوفش تصويب كتير على المرمى، يعني وده عيب خطير جدا، لان التصويب ده سلاح اساسي لاي بيحل المشكلات في اي ماتش في تكتل دفاعي قدام الاهلي في أي، لكن انا شايف ان النادي الاهلي يعني من اهم العيوب، من اهم عيوب فرقه النادي الاهلي او الثلث الاخير الهجومي هو عدم التسديد. فبالتالي نقطه مهمه جدا، يعني بنفقد اسلحه، مفترض ان احنا عندنا اسلحه الجناحين، عندنا التصويب، عندنا الوانتوهات، كل الكلام مش موجود. فبالتالي هنقول ان كل ده مشكله المدير الفني اللي ما بيستغلش الامكانيات اللي موجوده. مركز راس الحربه صداع في منتخب مصر وفي انديه الدوري الممتاز، وبقينا بنستعين براس حربه او بمهاجمين من المنطقه العربيه او افارقه او من دول المغرب العربي، من المغرب بالتحديد عدد كبير من اللاعبين. يعني ايه المشكله في راس الحربه في مصر؟ كنا دايما عندنا هدافين من طراز فريد جدا، وكانوا نجوم سواء في الانديه الكبيره الاهلي الزمالك الاسماعيلي او في منتخب مصر. مين افضل راس حربه بتتمنى يبدا حاليا في التشكيل في النادي الاهلي، وايه رايك في المركز ده ومشكلاته؟ انا قبل ما اقول مين اللي يبقى موجود، انا بس عايز اقارن بحاجه، ان ازارو دلوقتي بيتهاجم هجوم شديد جدا ومستواه بعيد تماما. لو احنا قارنا ازارو دلوقتي مع الفترة الأولانية اللي هو السنة اللي فاتت اللي هو كان نهى الدوري وأنه هداف الدوري مع الكابتن حسام البدري، لازم نعرف أن دي مشكلة مدير فني على طول، لأن المدير الفني كان موجود معاه في الفترة الأولانية راجل هداف، كان بيضيع جوان لكن كان بيحسم البطولات وكان بيحسم الماتشات بشكل كبير جدا في حتة الأهداف. شايف أزارو برضو مفترض أنه لازم يبعد شوية، يعني للاسف كمان ان يعني لما بيعتمد على المدير الفني، لما بيعتمد على ازارو وهو موجود، بيبعد راس الحربه الثاني خالص. يعني انا شايف ان مروان محسن بعد بشكل كبير جدا، يعني مفترض ان يبقى في منافسه جديده ويبقى الاثنين قريبين من بعض، بحيث ان بنثبت تشكيل لو الراجل ده مش ماشي كويس زي او مش ماشيه معاه يبتدي يستعين بمروان محسن. لكن انا شايف برضو ان احنا لازم النادي الاهلي يفكر، خصوصا ان مروان محسن عمل عدد من المباريات بشكل جيد جدا قبل كاس الامم الافريقيه على طول. بالظبط، كان بيجيب اكتر من مباراه بشكل كويس وكان هداف وكان بيجيب اجوان، فمفترض ان انا لازم اديله. هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان انا لازم اثبت تشكيل ولاعب، وخصوصا راس الحربه ده عايز ماتشات كتير عشان ياخد ثقة. مروان محسن ابتدى ياخد الثقة، الناس ما كانتش فاهمة اللوغاريتم، اللعيب يتألق يغيب عن التشكيل، اللعيب مش موفق مكمل. يعني أحمد الشيخ كل وسائل الإعلام قالت إنه تألق تألق غير عادي في مباراة الأهلي اللي فاز بيها بأربع أهداف على فريق يطلع بره، حتى مع فارق المستويات وفارق الخبرات، لكن أداء الأهلي كان ممتع ومقنع جدا في المباراة دي. كل الناس توقعت ان احمد الشيخ هيبدا يكون موجود في التشكيل، لقيناه مش موجود يبقى في مباراه. يعني هي دي الحكايه اللي الجمهور ملخبطاه شويه وملخبطانا احنا كمان. احنا يعني كناس قريبين من الفرقه ومسؤولين برضو، مفترض ان الحاجات دي لوغاريتمات بالنسبه للي فاهم كوره او القريب من الفرقه. يعني مفترض ان واحد بيتالق يبتدي ازقه عشان ازود له حته الثقه ويبتدي يعمل. فكره احنا انا طبعا مع حضرتك بخبراتك بنسمع وجهه نظرك، واحنا فقط بننقل للجهاز الفني وللمسؤولين عن امور الكوره كل تساؤلات الناس والشارع الاهلاوي والجماهير والسوشيال ميديا واصدقائنا الاهلاويه، كل الناس اللي بتدردش معانا في احوال الفريق ورؤيتهم والسلبيات اللي بيشوفوها. لكن في النهايه احنا هي اختصاصات حق اصيل للجهاز الفني، بس احنا بنطرح وجهات نظر سامعينها من الناس طول الوقت وبيسالوا عن اسبابها. يعني احنا دايما بنقعد مع الناس الاهلاويه، الناس اللي بتحب النادي الاهلي، اللي دايما بيبقوا زعلانين جدا على الاداء والنتائج. برضو من النقطه مهمه جدا برضو عايز اشير عليها، اللي هو ناصر ماهر. انا شايف ان ناصر ماهر لا يستحق ان هو يعني يبقى في اعاره. انا يعني ناصر ماهر فتره معينه كان بيأدي اداء عالي جدا وكان بيرجح الكفه وكان يعني عامل شكل للفرقه. كون ان انا وهو يبعد الفترة الأخيرة دي بيبعد بشكل يعني كبير جدا. يعني شايف برضو أنه من اللاعبين المميزين في مركز البلاي ميكر اللي ممكن يبقى لهم دور مع الأهلي، موجود حتى موجود على الأقل. طيب لو عندي ناصر ماهر وصالح جمعة في المكان كده. هو ده يعني أنا شايف أنه لعيب كويس، لعيب تقيل، ويبتدي الفترة الأخيرة خد خبرات. يعني أول ما يبتدي ياخد الخبرات ويتقل في الملعب أبتدي أعمل له قرى تاني. انا شايف ان كان ناصر ماهر من الناس اللي بتبقى موجوده في الفرقه، موجود بره ونستعين بيه، كل الكلام ده من الاوراق المهمه في الفريق اللي ممكن نحتاج لها في بعض المباريات. بالظبط، لانه احسن من ناس كتيره موجوده، خصوصا انه تم الاعتماد عليه وظهر بمستوى جيد في مباريات جدا كتير. وكان بيجيب اجوان وكان بيعمل اجوان وكان دوره مؤثر جدا في اداء النادي الاهلي. فيبعد بالشكل ده انا برضو مش فاهم مش مع لا خالص
خالص بصراحه يعني. طيب في الفتره اللي جايه قلت حضرتك قلت مواصفات المدير الفني اللي تتمنى تبقى موجوده في من سيتم اختياره عن طريق المسؤولين عن كره القدم في النادي، الكابتن محمود الخطيب ولجنه التطوير والتخطيط لكره القدم. كلمه اخيره، ايه اللي عايز تقوله للفريق مع الكابتن محمد يوسف مع الجهاز الفني الحالي ولو بشكل مؤقت بيتولى المهمه؟ مش عارفين طبعا الامور حتى هتستمر على ايه او هتستقر على ايه بعد تكليف مدير فني جديد، ولسه الامور دي هتعلن في وقتها ان شاء الله. ايه اللي عايز تقوله لنجوم الفريق عن الفتره الجايه وانطلاقتهم سواء في الدوري الممتاز او في مشوارنا القادم في بطوله افريقيا؟ اولا طبعا انا اتمنى لهم التوفيق خلال الفتره اللي جايه، ولازم يحطوا في اعتبارهم ان الناس زعلانه قوي، يعني الناس الاهلاويه زعلانين جدا من 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 نجوم الفرقه، لان عندهم امكانيات عاليه جدا. انا بقول لهم انتوا نجوم كبار جدا، عندكم امكانيات عاليه جدا، مفترض ان انتوا الامكانيات دي تسخر لصالح فرقه النادي الاهلي. احنا مش شايفين الامكانيات دي بتتحط في المفروض نشوف اداء تاني خالص غير كده. بالظبط كده، بصرف النظر عن ضعف او 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 عدم قناعتنا بالمدير الفني اللي كان موجود، افترض ان كل لعيب لازم يعمل حساب ان هو بيلعب في النادي الاهلي، كل لعيب لازم يخاف على اسمه بشكل كبير جدا، لازم يطور من ادائه بصرف النظر عن اي مشكلات فنيه او اي ناحيه فنيه، كل الكلام ده لازم، او اي مؤثرات على تفكير اللاعب. بالظبط كده، فيعني بنوجه لهم يعني النصايح ان هم يهتموا جدا جدا، ويعرفوا ان هم بيلعبوا باسم جمهور كبير جدا، جمهور النادي الاهلي ده بيحب فرقته بشكل غير عادي، واحنا دايما بنقابل الناس وهو زعلانين جدا، ممكن فرقه تخسر لكن بيتأدي بشكل كبير وهم ما بيزعلوش، لكن اداء ونتائج ده يعني عايز تشوف اداء افضل اداء ممكن بدني وفني وخططي من كل لاعب في الملعب. بالزبط. طبعا الجانب الخططي والتكليفات دي شغل المدير الفني، لا يعاتب عليها ولا يحاسب عليها اي لاعب، لكن الروح القتاليه، روح الفانيلا الحمراء، شغل لعيبه الاهلي المعروف عنهم حتى الدقيقه 90 وما بعد الدقيقه 90 في الملعب، انهم دايما بيزيد مستواهم ومعدلاتهم البدنيه وقدرتهم على التهديف، حتى الحافز ده بيزيد كل ما نقرب من نهايه المباراه. وفي حاجه اخيره كمان عايز اقولها، ان لعيبه النادي الاهلي بدات تظهر عليها العصبيه الشديده جدا، وده بيأثر على الاداء. اي لعيب كوره بيخرج عن حدود التركيز في الملعب فبيأثر عليه بشكل سلبي جدا، وشفنا بعض النجوم ما بتأديش بشكل كويس عشان هم بيهتموا بانه بيعترضوا على حكم، بيبتدي يتنرفز، عايزهم يحافظوا على تركيزهم في الملعب في الامور الفنيه. وده كانت من النقط المهمه جدا للعيبه النادي الاهلي، ان هم اصحاب تركيز، عندهم تركيز عالي جدا في ادائهم وشغلهم جوه النادي الاهلي. بشكرك، يعني بعتذر عن ضيق الوقت، وبنشكرك جدا على وجودك معانا النهارده كابتن حماده مرزوق نجم النادي الاهلي سابقا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا يا محمد، ربنا يكرمك. مشاهدينا شكرا لحضراتكم على المتابعه، نهايه هذا الحوار، ولكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره وحوار اخر بعد قليل وبعد الفاصل من خلال اللقاء التالي اللي هيجريه زميلي العزيز محمد سعيد مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري.